إذا إحنا عندنا هاي النظرية اللي هي Locations of Roots Theorem، قلت لكم إثباتها، بتقول إنه إذا كان في عندي F continuous ولا أطراف الفترة صورهم مختلفين الإشارة، فبالتالي في عندي يجب إنه يكون في عندي عدد في الوسط صورته صفر. هاي النظرية بنثبت من خلالها البولزانو ثيرم، والبولزانو ثيرم بتقول بالشكل التالي. بتقول بالشكل التالي إنه إذا كانت عندي إذا كان في عندي F معرف على الفترة I interval R، هاي interval، إذا كان عندي A أقل من ال B موجودين في ال I، يعني عندي هذه الفترة وكان عندي عنصرين فيها A و B such that إنه K أقل من F ال B، وهذه أقل أكبر من F ال A. يعني إذا كان في عندي هاي الفترة اي، بنعرفش ايش هي الفترة اي بغض النظر، بس المهم انه في داخلها عددين، هذا هو العدد اي وهذا العدد بي. اذا كانت صورة البي مثلا هيك، صورة الاي هيك، وفي عندي عدد هون كي محصور بين الاي والبي، ففي عندي سي بحيث انها هي في اف is continuous. هذا هو الشرط المهم جدا. صورة الـ A وصورة الـ B بينهم K، إذا النتيجة إنه في عندي عدد موجود في الفترة المفتوحة A B such that F الـ C بتساوي K. نفس نظرية اللي هي locations of roots اللي هي intermediate value theorem، بس ايش بدل ما هي صفر هي كي. البروف لإلها بكل بساطة انه let g of x بتساوي f of x minus k، يعني نشيل منه هذا الكونستانت كي اللي انت بتحكي عنه في النظرية. وبالتالي هلا هون F continuous على كل فترة A B وعلى كل فترة I، والA B جوا هاي النظرية معناتها G معرف في الفترة A B مغلقة R continuous، G of A بتساوي F ال A minus K، g of b بتساوي f ال a f ال b minus k، هاي اقل من صفر لانه فرضين انها f ال a اقل من k، وهذه اكبر من صفر، وبالتالي بال by the previous theorem there exists c موجود في ال a وال b such that g of c بتساوي 0. هذا g of c يعني هي عبارة عن f c ناقص k بتساوي 0، f c تساوي k، وهو المطلوب. طبعا لو كان بالعكس هون انه k انها f ال b اكبر من f ال a وال k بينهم، كمان نفس الشيء، بس بتعيد الاثبات بشكل نفسه. اوكي، هلا هاي شو بنستفيد منها؟ هاي نظرية بنستفيد منها الأشياء التالية، يعني في لها تطبيقات كثيرة.
من ضمنها ما يلي، نشوف هذول الكورولاريز. بتقول إنه إذا كان F معرف على الفترة المغلقة AB لو R continuous، إذا كان عندي K such that، إيش هو الكي هاد؟ يعني أي عدد F الـ A والـ B أقل أو تساوي supremum لـ F الـ A والـ B. طبعا شو يعني F الـ A والـ B؟ F الـ A B مجموعة كل الصور، و F الـ A والـ B مجموعة كل الصور. supremum والـ infimum أكيد قطعا exist، لأنهم لأنه هذا الفانكشن bounded. فعندي أي عدد موجود في هذا الشيء there exist، then there exist C موجود في ال A وال B such that F C بتساوي K. شو بتقول هندسيا هاي؟ لو كان عندنا هذا الفانكشن continuous مثلا، لو كان مثلا بهذا الشكل اي بي، قديش لو ان هذه واحد وهذه خمسة، قديش الانفيموم لهذا الفانكشن هو الواحد، قديش السوبريموم خمسة. هاي النظرية قالت انه اذا كان في عندي عدد بين الاي والبي، بين الاف الاي والاف البي، في له هاي النظرية بتقول انه جميع الاعداد، جميع الاعداد اللي بين السوبريم والانفيمم في إلها عدد بيعطيها الصورة. هاي الواحد والخمسة، أعطيني أي عدد بين الواحد والخمسة راح ألاقي لك عدد موجود بين الـ A والـ B صورته هيك. يعني لو بدك تنين مثلا، هاي في عنصر بيعطيك تنين، بدك ثلاث يمكن أكثر من عنصر يعطيك ثلاث، بدك أربعة، وبالتالي أي عدد بدك أنت موجود بين الانفيمم والسوبريم دائما بلاقي له أصل هون. فبياخد هذا الست من A إلى B لهذا الكوريلر اللي بعدها للفترة واحد وخمسة. البروف لهي النظرية نشوف كيف نثبتها، إثباتها بسيط جدا يعني لهذا الكوريلري. بما إنه since F is continuous on a closed bounded interval then by the maximum minimum theorem there exists شو سميناهم C star such that F C star تساوي supremum، وعندي there exists C star بس ال star أسفل such that F C star هي ال infimum. so هلا K هاي اللي انت معطيني اياها بين F C star و F السي ستار بهذا الشكل. إذا عندي كي موجود بين الصورتين، so there exist so by بولزانو theorem there exist سي. هلا احنا ما بنعرفش مين الأصغر، السي ستار ولا السي ستار يعني الفوق ولا تحت، يعني الاكس هذا الاكس بنعرف انه صورها هي، بس انه there exists C between، بديش اكتبها interval C star C star بهذا الشكل such that F C بتساوي هذا ال K. اوكي، اذا اي عدد بين السوبريمم والانفيمم
لا يجب أن يكون في إله إكس بيعطي هذه الصورة. يعني الماكسيمم مينيمم ثيرم بتقول إنه دائما الماكسيمم في عدد بيعطي، والمينيمم في له عدد بيعطي صورة هذه الصورة. وهون بتقول إنه أي عدد، مش بس الماكسيمم هذا، أي عدد بين الماكسيمم والمينيمم له صورة. وبالتالي شو معنى هذا الكلام؟ كل عدد هون في له صورة، هذا بيعني إنه الانترفال صورتها انترفال. فتقول ثيرم إنه إذا F معرف على I R، I closed bounded، إذا I closed bounded و F is continuous، كل هذا الشيء ينتج إلى أنه F ال I is closed and bounded interval. انتبه انه اذا كانت عندي هذه A و B مثلا، صور ال A وال B راح يكون closed and bounded interval. اثبات، خليني اثبتها بشكل هندسي، يعني اقول لكم شو الفكرة اللي اثبتها، لانه بحب يشوف يعني كيف مكتوب بشكل رسمي بيقدر يشوف الكتاب. بس خلينا ناخذها بهذا الشكل، هاي ال A وهي ال B. وانتبه انه مش بالضرورة هذا يكون، يعني مش هذه الانترفال مش بالضروره تكون هيك شكلها اف ال اي اف ال بي، يمكن ما تكون لها علاقه اف ال اي واف ال بي، يعني مش هم اللي بيعطوا لها الماكسيموم ولا السوبريمم. لو كان شكل الهاي باي طريقه ما، هلا هاي نسميها مثلا M، وهذه M، فراح تكون F ال A وال B في هاي الحالة هي عبارة عن إيش؟ هي جزاوي الفترة المغلقة M و M. ليه؟ لأن ال M موجود وال M كابيتال موجود بالماكسيمم مينيمم ثيرم، وأي عدد بينهم موجود بالنظرية اللي قبل. فبالتالي F ال A وال B هو عبارة عن هاي الفترة. هلأ إذا شلنا كلمة اللي هو ال closed interval هون أو bounded interval، مش بضرورة تكون الجواب هو نفس ال interval. بس إذا كان هاي الكورولاري على هذا الشيء، بتقول إنه دائماً إنه إذا كان F إذا I is an interval، F I is an interval و F معرف على I لل R is continuous، النتيجة F ال I is interval، F ال I is interval. بس مش بالضروره تكون من نفس النوع، يعني مش بالضروره اذا كانت open تكون open، اذا كانت closed bounded بضمن انها closed bounded. بس لو كانت هاي finite مش بالضروره هذه تكون finite، عفوا bounded. اذا كانت هذه bounded مش بالضروره تكون هذه bounded، اذا كانت هذه open مش بالضروره تكون open. بتقدر تعمل امثله كثير على هذا الشكل. مثلا هاي f من سالب 2 ل 2 لل r اللي هو هذا f ال x بتساوي x تربيع، لو اخذناها هون مفتوحه عوض هذول، شو اف سالب 2 و 2 راح تكون عباره عن صفر مغلقه للاربعه مفتوحه. فبالتالي هي اللي كانت اوبن، بس لا هي اوبن ولا هي كلوزد. فبالتالي مش بالضروره انه دائما هي هذا، مش بالضروره يكون انترفل من نفس النوع، بس بضمن نضمن ايش بنضمنه؟
نضمن انها تضلها interval. اذا كانت هذا الانترفال closed and bounded وكل function continuous، طبعا في كل الحالات اللي انا حكيتها الفانكشن يكون continuous، بضمن ان النتيجه تكون continuous. اوكي، اذا ننتقل لسكشن 5 4 بيحكي عن اليونيفورم كونتينيوتي. بدنا نقول ايش يعني الفانكشن يكون يونيفورملي كونتينيوس بهذا السكشن، وايش النتائج اللي بنضمنها اذا كان الفانكشن يونيفورملي كونتينيوس. شو يعني بيختلف الفانكشن يكون كونتينيوس عن يونيفورملي كونتينيوس؟ هو مفهوم حساس جدا يعني، وبده يعني انتباه بشكل منيح حتى نشوف ايش اللي بيها. نشرحه من خلال هذا الفانكشن اللي هو الفانكشن هذا هو f ال x بتساوي 1 ال x. قبل أن نروح لهذا الفانكشن خلينا نتذكر مع بعض شو يعني الفانكشن يكون continuous. إذا كان عندي f معرف على set a اللي هي subset من الريال نمبرز لل r، إذا كان هذا الفانكشن معرف على هذه السات is continuous، شو يعني؟ إنه يكون continuous على كل نقطة موجودة في ال a، if لكل c موجود في ال a أعطيتني ال c بده يكون continuous عندها. شو يعني continuous عند ال c؟ عند ال c لكل c هذا الشيء لازم يكون لكل epsilon أكبر من zero، بقدر ألاقي دلتا أكبر من zero such that such that f ال x minus f c أقل من epsilon whenever x minus c أقل من الدلتا، و x طبعا موجودة في ال a. لكل epsilon أنا بقدر ألاقي لها دلتا، يعني الدلتا هي بتعتمد في اختيارك على الابسلون، فكنا بنكتب epsilon بهذا الشكل. وهلا احنا بنحكي عن سي، فبالتالي اختيار دلتا راح يكون بيعتمد على بالسي. انه قدرت الاقي دلتا بتعتمد على الابسلون على السي، ممكن نكتبهم بهذا الشكل او نكتبهم بطريقه انه نشير لانه الدلتا هذه في اختيارها كان بيعتمد على السي. فمثلا كيف بدي اوضح انه كيف بيعتمد على السي؟ هذا الفانكشن كلنا بنعرف انه اف الاكس بيساوي اكس 1 على اكس واكس اكبر من زيرو، هذا كونتينيوس continuous على كل نقطة من هذه النقاط. طيب مثلا أنا اخترت إنه تكون الإبسلون بتساوي نص، مثلا لحظة من اللحظات بتساوي نص. هون هاي العشرة أنا بدي دلتا يعني جوار حول الهاي، هاي الدلتا، بحيث انه مجموعة الصور قديش الصور هون، يعني هون الصورة 1 على 10، هذا الرقم 11 12 1 على 12، وهاي 1 على 8، يعني هدول العدد هم بين يعني الصور الابسلون هي بديها نص. فبالتالي انا بضمن اذا انا اخذت هاي الفتره الموجوده هون انه يكون مجموعه الصور اقل من نص، يعني كل الاكسس اللي عوضتهم انا هون راح يكون كل الاكسس اللي موجودين بهذه الفتره اللي هي دلتا بتساوي كانت 2، مجموعه الصور راح تكون مش بس اقل من نص، اقل من ربع واقل من ثلث، يعني هاي مجموعه هاي الفرق في الصور في كل هاي الفتره قديش كبيره الفتره، بس الصور راح تكون أقل من هذا العدد اللي هو لا يتجاوز الواحد على 8، يعني لسه نص الربع أو ربع النص، يعني مش بس النص اللي بدك إياه. بس أنا لو جيت هون التحدي بصير أكبر شوي، بحيث إنه لو أخذت أنا الدلتا 1 بضل محافظ على إنه هذه الصور بين السدس والربع لساتني في السيف سايد، بس كل ما انا اقتربت لعند هون لاحظ انه الفرق في الصور ما عنديش راحه كبيره اني اختار هاي ان الدلتا تكون 2. لو اخترت انا الدلتا تكون 2 لاحظ قديش راح يكون في صور عم تروح
للآلاف، فبالتالي أنا لازم أصغر الفترة. يعني هاي الفترة اللي موجودة هون زبطت عند هذه النقطة، زبطت عند هذه النقطة، بس عند هون لا. طب أوكي، لو أخذت أنا الدلتا، ممكن حد يقول إنه دخلت الدلتا هون 1/10، تمام هون الدلتا، بس في الأخير عند نقطة معينة كمان 1/10 مش راح تكون تزبط لهذا الرقم. قد ما تصغرها هون راح تكون الدلتا، راح يوما ما هون كل ما اقتربت راح تبطل توفي بالغلط. فبالتالي هذا الفانكشن انا مش قادر الاقي دلتا تزبط لجميع السي الموجوده هون. هاي هي هذا راح يقودنا لتعريف جديد هو بنسميه اليونيفورم كونتينيوتي. اذا قدرت الاقي، اذا هون الديفينيشن الاصلي والرئيسي والمركزي بهذا السكشن هو ما يلي: لات اف معرف على الفتره، على عفوا على السيت اي، سيت اي سبسيت من الريال نمبرز، هاي الاي لو ما كتبت احنا في ريال اناليسيس. وي سي ذات اف از يونيفورملي كونتينيوس we say that f is uniformly continuous. هذا هو تعريفنا. if احنا هون قلنا الكونتينيوتي العادية انه لكل سي في الها دلتا، اللي بدنا اياها هلا انه if لكل ابسلون اكبر من زيرو there exists دلتا اكبر من زيرو such that دلتا، اذا بتحب نكتب هون ابسلون انها بتعتمد على الابسلون فقط، such that if there exists delta such that لكل x و u موجودين في ال a، if f ال x if x minus u أقل من الدلتا، then f ال x minus f ال u أقل من الإبسلون. إذا قدرت تعطيني دلتا بحيث إنه أي عنصرين، أي عنصرين مش موجودين، إحنا هون كنا نقول عند العشرة في لها دلتا، عند الخمسة في لها دلتا، بكون يونيفورم كونتينيوس. أي عنصرين المسافة بينهم أقل من دلتا، الصور لازم تكون أقل من الإبسلون. هذا الكلام هون ما بتحقق. ليش؟ لأنه هون كل ما اقتربت عند الصفر راح يكون ولو العناصر قريبة جدا جدا على بعض، الصور راح تكون أبعد، فبالتالي راح تختار لها دلتا الخاصة فيها. فبالتالي الفانكشن بنقول عنه is uniformly continuous، is uniformly continuous if لكل epsilon تعطيني اياها تقدر تلاقي دلتا، بحيث انه اي عنصرين بغض النظر وين مكانهم اذا كانت المسافة بينهم اقل من دلتا لازم تكون الصور اقل من epsilon، فرق الصور اقل من epsilon. إذا إكزامبل، أول إكزامبل F ال X بتساوي 1 على X على الفترة 0 1 أو 0 شو ما كانت هون، بس إن هي عند الزيرو is not uniformly continuous. والسبب زي ما قلنا إنه كل ما تعطيني أي، تعطيني دلتا، أعطيني دلتا اللي بدك إياها. افترض انه في عندي دلتا بحيث انه دائما الصور اذا كانت، اذا الاعداد اقل من هذه الدلتا الصور بتكون اقل من ابسلون. هاد ابدا مش صحيح، لان كل ما اخترت عندي الصفر فرق الصور بيكون اكبر ما يمكن، وهذا التفسير اللي حكيناه قبل شوي. خلينا نعرف ناخذ كرايتيريا نشوف انه كيف الفانكشن بيكون نوت كونتينيوس. يعني انه اذا فهمنا احنا ليش الفانكشن ببطل يونيفورم كونتينيوس، بنقدر نفهم اليونيفورم كونتينيوتي بشكل افضل. نشوف نون يونيفورم كونتينيوتي كرايتيريا. يعني احنا بدنا طريقه كرايتيريا معينه بحيث انه نعرف انه هذا الفانكشن is continuous ولا is uniformly continuous ولا لا.
لات اف معرف من الاي للار. هذا الاختصار then the following are equivalent or the following are equivalent. في أكثر من طريقة لكتابته بس مهم إن the following are equivalent. خلينا نكتبه أول مرة then. يعني العبارات التالية متكافئة. واحد F is not uniformly on AA. انتبه احنا ما بنحكيش اليونيفورم كونتينيوتي، ما بنحكيش عن نقطة. يونيفورم كونتينيوتي على ست. اثنين، هذا الكلام مكافئ لايش؟ انه F يكون uniformly continuous. is not uniformly continuous يعني احنا بدنا نعكس التعريف اللي اخذناه قبل شوي. There exists epsilon zero أكبر من الزيرو such that. إحنا التعريف إيش هو؟ إنه لكل epsilon في عندي دلتا. نفيها there exists epsilon بحيث إنه لكل دلتا هذا الكلام مش صحيح. هي التعريف بيقول إنه لكل epsilon there exists delta بحيث هذا الكلام صحيح. نفيها there exists epsilon بحيث إنه such that for any دلتا أكبر من زيرو there exist x و u بحيث إنه هذا الكلام مش صحيح. إيش هو إيش يعني هذا الكلام صحيح؟ يعني إنه بتحقق الشرط بس الصور ما بتتحقق، بس بدي أكتبهم دلتا لأنه اختيارهم كان بناء على دلتا. there exist x دلتا u دلتا such that إنه x دلتا ناقص u دلتا المسافة بينهم أقل من إبسلون أقل من دلتا but F X دلتا F U دلتا مش أقل من إبسلون. بلغة السيكونسز هذا نفس الكلام بنقدر نكتبه ثلاث. إن في عندي إبسلون there exist إبسلون زيرو أكبر من زيرو and there exist two sequences نسميهم xn un such that إن الليمت ال xn minus ال un تساوي زيرو. هي x دلتا ناقص x دلتا ناقص u دلتا أقل من دلتا يعني الليمت لإلهم أقل من صفر but f ال xn ناقص f ال un أكبر أو تساوي epsilon zero لكل n. كمان مرة f is uniformly continuous إذا قدرت تلاقي لكل إبسلون دلتا بحيث إنه إذا كانت أي عنصرين موجودين في الإيه الفرق بينهم أقل من دلتا الصور أقل من إبسلون هذا يكون uniformly continuous. is not uniformly continuous إنك تقدر تلاقي إبسلون زيرو بحيث إنه لأي دلتا بتختارها راح يضل بعض العناصر الفرق بينهم قليل بس الصور أكبر من أي إبسلون من إبسلون زيرو هي اللي اخترتها. هاي نفسها بلغة السيكونسز إنه تقدر تلاقي بحيث إنه xn sequence un sequence ما حكينا انهم convergent ولا لا بس حكينا انه حاصل طرحهم بيساوي صفر وحاصل طرح الصور راح يكون اكبر او تساوي epsilon. هاي يعني criteria راح نستخدمها في الاثباتات يعني رقم ثلاث انه اذا فرضنا انه f is not uniformly continuous هذا الكلام مكافئ لشو. وخلال المحاضرة القادمة ان شاء الله ناخذ نرجع بنعيد هذا التعريف وبنشوف ايش النظريات اللي بنستنتجها اذا كان هذا الفانكشن يونيفورم كونتينيوس.